وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، بعد التحية، جهود كبيرة تكللت لمصر بنجاح، عكس ذلك طبعا نجاح إتمام اليوم الأول من الهدنة في قطاع غزة. رؤيتك لهذا المشهد وللأيام القادمة؟ يعني طبعا حضرتك، الجهد المشترك لمصر وقطر والإدارة الأمريكية بإشراف شخصي من الرئيس السيسي والرئيس بايدن وسمو الأمير تميم أدت إلى نجاح هذه الجهود الدبلوماسية والسياسية في التوصل إلى هذه الهدنة. واليوم الأول يعني كان حضرتك مر بسلام، وكل طرف من أطراف الهدنة، الحكومة الإسرائيلية وحركات المقاومة الفلسطينية، التزموا بالبنود هذه الهدنة، وكان في ارتياح حضرتك في المجتمع الدولي لنجاح اليوم الأول من هذه الهدنة. وأغلب الدول وخصوصا الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الحكومة البريطانية، الدولتين اللي بيأيدوا إسرائيل على طول الخط حضرتك، عربة عن تطلعهم ان هذه الهدنه يتم تنفيذها. ودوت حضرتك نفس المعنى اللي السيد الرئيس اكد عليه امس خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع كل من رئيس وزراء اسبانيا ورئيس وزراء بلجيكا، ان مصر بتعمل على التوصل الى وقف اطلاق نار دائم، وبعد ذلك ننتقل الى مرحله الحل السلمي. في هذا الشان عرب السيد الرئيس عن موقف مصري جديد، وهو موقف صائب من ناحية دبلوماسية ومن ناحية سياسية، عندما قال في المؤتمر الصحفي المشار إليه أنه المسار الذي اتبع على مدى الثلاث عقود الماضية للتوصل لتنفيذ حل الدولتين على الأرض استنفذ غرضه. صحيح. وأثبت فشله. سيادة السفير، إذا ما كنت حضرتك تتحدث عن احتمال لمد الهدنة، يعني في رأيك إلى ما سيستمر ذلك، وما هي الجهود المطلوبة خلال هذه الفترة لمد مدة الهدنة؟ يعني أنا أعتقد حضرتك أنه في مجموعة من التطورات أو حضرتك العوامل اللي ممكن تجعلنا نتفائل بقدر من الحذر انه المجلس الحرب الاسرائيلي بصفه عامه ورئيس الحكومه الاسرائيليه نتنياهو بصفه خاصه قد يجدون في عدم استئناف عدوانهم على غزه بعد انتهاء هذه المده انه دوت مخرج دبلوماسي وسياسي، وخصوصا اذا تم ضمان الافراج عن الرهائن الاسرائيليين تباعا. فربما هذه التطورات حضرتك تؤدي إلى تغيير الموقف الإسرائيلي الذي أعلنه كل من نتنياهو وزير الدفاع الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين، وبصفة خاصة أمس، أن أول ما هتنتهي الهدنة سوف يستأنفون عدوانهم على قطاع غزة. يعني أنا أعتقد حضرتك أن الرأي العام، أولا الضغوط الأمريكية، ضغوط الرئيس بايدن شخصيا وإدارته من جانب، ومن جانب آخر رد الفعل الدولي الإيجابي وخصوصا رد الفعل الغربي الإيجابي للهدنة والإعراب عن التطلع لاستمرارها وتمديدها، أعتقد أن العوامل دي مجتمع حضرتك ممكن تؤدي إلى تغيير في المشهد يقودنا جميعا الى وقف اطلاق وهذا نار. هذا ما نامل به ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا سيادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، كنت معنا عبر الهاتف.